يا صباح الخير هبة، صباح الورد هبة، صباح الخير لارا، صباح الخير لكل مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. هذه الإطلالة هبة هي على من أم قيس على بحيرة طبرية على منطقة الحمى الأردنية على منطقة أم قيس الأثرية، منطقة يعني جميلة زي ما أنت شايفة، مع زميلنا معالي الحموري اللي راح يفرجينا اليوم لقطات جميلة من هذه المنطقة اللي اليوم احنا موجودين في محمية غابات اليرموك اللي راح تستضيف مؤتمر قادة المحميات في الوطن العربي اللي بيشارك فيها أكثر من 15 أو 20 دولة عربية من مستوى يعني خبراء في المحميات والغابات، لأنه إحنا بنعرف قديش نسبة الغابات يعني في الوطن العربي قليلة جدا، فكيف ممكن نحافظ عليها. اليوم هذا المؤتمر راح ينطلق في غابات محميات اليرموك للبحث كيفية المحافظة على الغابات والمحميات في الوطن العربي، خصوصا أنه إحنا نشوف هناك اعتداءات الحقيقة بتصير على هذه المحميات بين الحين والآخر. هناك حرائق وقعت في هذه الغابة في محمية اليرموك العام الماضي أتت على أكثر من 1200 دنم، وهذا أدى إلى يعني تلف الغطاء النباتي شوي فيها، ورح نشوف بعد شوي أنه كيف الحرائق ممكن تشوه المكان. لكن اليوم بدنا نأكد على هذا المؤتمر أنه رح يخرج بتوصيات إن شاء الله لحماية هذه الأماكن وخاصة الأشجار المعمرة. من نصبح عليكم ونقول صباح الخير لجميع مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني، ونقول صباح الوطن الجميل مع الزميل معالي الحموري، وهذه اللقطات لمنطقة أم قيس. ورح نتحدث عن هذه المنطقة بالتأكيد أنه فيها ثلاث أو أربع سياحات، سياحة زراعية، سياحة دينية، سياحة علاجية وسياحة أثرية، فهي منطقة غنية بجمال الطبيعة وأيضا الأماكن الأثرية. صباح الخير مع هذه اللقطات.